شنو المرأة متعركين تو. البارع وصلت أنا والمرأة، أنا ومرتي وصلت، قلت يا سيارة وما عادش فيها. يا بنتي يهديك، يا بنتي في طولك، يا بنتي في عرضك، يا بنتي شني باش نعمل. قلت يا روما مولا الدار مشير على الكري، الصغار مشير على المكتب، والمصروف الدار ما يخليش أنا الصغار للشر. أه تخليش ترديش أنت ولدك يبيت للشر، ترديش يا بنتك يبيت للشر، ترديش أنت روحك بيت رجلك يخليك للشر. عايشين لكك طول طول البارع فهمتني. مولا بعدين يوسف دخل قال لي بابا نحب عالوش، قال لي شنو هذاك يشري عالوش واحد، قال لي عام ناوي في العيد الكبير، قال لي ما شريتلناش بس زدت ما تيش، قال لي مش يعيش هذا. نقوم من الصباح صدقين يا من الصباح متاع الصباح نقوم تلقيني ندور من البقعة البقعة ساعة ساعة عمرم ساعة ساعة نبدأ ندور نمشي الكوشة بحدانا فهمتني، ولا أي كوشة تعرضني نخو كشكرة متاك الخوك الفارينك الكبار، تلقيني ندور من البقعة البقعة نمثل البابز فهمتني باش نجم أنا نروح. كي تطلبني المرأة تقول لي الخبز عشية فهمتني، تعدي نشري الخبز. راني عندي صغار باش يذوعوا في جرتي، راي البلاد هذيا هكا شوفي فيه راي ما ترحمش، نحطهمش في الشارع، بيتهم في الشارع، سبدرياتهم مقطعة يمشوا يقرا. بابا قال لي سبدري يمشي مقطع. اش قولك انت لحيتي في الباساج يعلموا في الحجام، مشيت تو باش نحجم وجهي ما لقيتهمش. عايش قول لك انت 3000 حجامه باش نحجم واش حجم وجهه ما عندي باش يمشي الحجام. فما تصريح للطفي ريحي اللي هو رئيس المنظمه الوطنيه للدفاع عن المستهلك يأكد انه قفه التونسي يوميا نحكيو مش بالجمعه او بالشهر، يوميا ما تتكلفش اقل بين 30 و 50 دينار. شنو رايك في الارقام هذه؟ احنا لا حسبنا راهو لا كري لا ماي لا ضو لا تنقل لا قرايات صغيرات لا كماليات لا حتى شيء، فقط القفه. قفه من 30 ل 50 يوميا. شخص كان جات قفه ب 50 وب 30 هو به واحد يلقى ما يخلط، تزي 50 ما تاخذلكش فلفل وطماطم، فلفل ب 4000 طماطم ب 3000 كيفاش؟ تاخذ كيلو طماطم ب 3000 تاخذ فلفل ب 4000 اليوم الفلفل اللي هبط 4200 انا اليوم مشيت للمارشي فهمتني، انا مانيش نخدم بطال وعندي زوز صغار وكاري ننم في الدبابش، نهار ننم الدبابز نهار فهمتني نهبط للمارشي ونعبي هذاك الكاجوات نزم هذاك. اليوم الطماطم الفلفل 4200 الراجل قدامي حط البلاك. المرأة قلت له يا أخي كلها يا متعيد مازال السلق ومازال المعدنوس ومازال ومازال، معناتها الجمعة هذي والجمعة الجاية راهي باش تغلى، راهو فماش منها الحكاية 30 نص 30 نص 50 كيف يا رخ نص 50 تاخذ فلفل وطماطم وبطاط وحاشك شوية بصل الدجاج ما تخلطيش عليه. أنا عندي جمعة في الدار الدجاج ما تخرجش للدار، الدجاج الناتر حشيك سامحني في الكل ما تخرجش للدار، عايشين كان على الطماطم فهمتني قرينين فلفل صغار. قال لي يا بابا شنو؟ قلت لهم نمشي نسرق لكم نمشي نخطف لكم هذاك اللي قدر به ربي، بطل مانيش نخدم يعطينا خدم. هو يحكي على الفلفل ب 30 الخدمه وين؟ ما فماش خدمه. اليوم تقضي غدا ما تقضيش، اليوم عندك باش تشري قضيت غدا ما عندك شقاعد. انا يعني والمراه متعاركين تو. البارع وصلت انا والمراه، انا ومرتي وصلت قلت يا سيارة وما عادش فيها. يا بنتي يهديك، يا بنتي في طولك، يا بنتي في عرضك، يا بنتي شني باش نعمل؟
قلت له مولا الدار مشير على الكري، الصغار مشير على المكتب، والمصروف الدار ما يخليش انا الصغار للشر. اه تخرج ترديش انت ولدك يبيت للشر، ترديش بنتك تبيت للشر، ترديش انت روحك تبيت رجلك يخليك للشر. عايشين هكاك اليوم، اليوم عندنا باش تقضيتو غدا ما نيش ما نقضوش. هذا حال برشا توانسه، برشا توانسه. اما الدولة وين؟ الدولة ماشية فهمتني؟ اه هذاك عمل هاكا فلتان، عمل هاكا هذاك عمل، هذاك سيب الشعب فهمتني؟ ياكل في بعض. انا يعني نقوم من الصباح صدقيني، يا من السبعة متاع الصباح نقوم تلقيني ندور من البقعة البقعة. أنا ودي عندي ودي معاق. أها أها مين باش نجيب له أنا؟ صدقيني البارح واحد جارنا شرا علوش بحذان، ودي بيت مرقدش، بيت مرقدش، هو مريض وعندي ودي أكبر كبير عمره 10 سنين. يا باب نمشي نجيب له انا علوش ب 800 وب 850 وب 900، نمشي نجيب يا انا 800 ولا و 400 نخلص بهم كراي باش ما نخرجش باش ما يترديش مردا منك. ساعة ساعة النهار يبدا ناقص، نقول له هم ناقصين اصبر علينا تو بشوي بشوي نمد لك. وليت ندور بيع في دبشي، وليت ندور بيع في دبشي، حاجة نلقاها في الدار نهز نبيع. صدقني حاجة نلقاها في الدار نهز نبيعها باش نخلص، باش نجم أنا نخلص سكري. الماكلة مش مشكل، هاكا اليوم تاكل غدا هاكا خلص بكري، باش نمول الدار خويا ما يقوليش هاي خلي لي داري. مانا أنا الصغار شكون بيها؟ كي خليها مانا في الشارع شكون بيها؟ ما بيهم حتى واحد. قلت قال لي بابا عمناو علوش عمناو ما خديتناش وسنا ما تاخذناش. قال لي ما قال لي شنيا، قال لي عمره 10 سنين، قال لي اعطيني، قال لي باش نبطل من القراي عمره، قال لي باش نبطل من القراي وباش نشوف. يا ودي قلت له اصبر ربي يسهل، انا طلع شني طالب ويرحم والديكم وتلقوه في صحتكم في العويش. طالب نحب راني نخدم، راني عندي زوز صغيرات فهمتي، المسؤولين نقول لهم راني نحب نخدم. اش قولك انت لحيتي في الباساج يعلموا في الاحجام، مشيت تو باش نحجم وجهي ما لقيتهمش. اش قولك انت 3000 حجامه باش نحجم، باش نحجم وجهه ما عندي باش يمشي الحجام، باش يقعد في الكرسي باش مولي نتلز نجي يعلموا فهمتني، نمدوا وجهي نمدوا شعري فهمتي، باش نجم نحجم وجهي ونحجم شعري باش فهمتني. المقاولين سكيورتي مشيت لهم قال لك خويا راه تو موقفين علينا، قال لك تو موقفين علينا على الترسيم فهمتني، القدوم لازمهم يترسم شوي تتحل شوي تو بشوي بشوي. يعني مشي له قولي خليني نسخة بطاقة تعريف ونمروك، تو كان فما حاجة نتصلوا بيك، كان فما حاجة نتصلوا بيك فهمتني. ساعة ساعة والله هاخذ ساعة ساعة عمرم ساعة ساعة نبدا ندور نمشي الكوشة بحذانا فهمتني، ولا أي كوشة تعرضني نخو كشكرة متاكل خوك الفارينك الكبار، تلقاني ندور من البقعة البقعة نلم في الدبابز فهمتني، باش نجم أنا نروح. كي تطلبني المرأة تقول لي الخبز عشية فهمتني، نتعدى نشري له الخبز. يعني نحب نيدي المسؤولين، السيد الرئيس الدولة اللي يحكم في البلاد، راني عندي زوز صغار باش يذوعوا في جرتي. راي البلاد هذيا هكا شوفي فيه، راي ما ترحمش، نحطهمش في الشارع، بيتهم في الشارع. نحب نخدم، اللي يحب يخدمني، راني عندي زوز صغيرات راهو في جرتي. صدقني صدقيني كنهزك تنهزك معايا. تقولي لي أنت كيفاش جيتي أنت في بلاصتي، شوفي في الصغار، سبدرياتهم مقطعة يمشوا يقروا. بابا قال لي سبدري يمشي مقطع، قلت له عيد عمنا سنة العيد صغير ما عنديش باش نشري لهم حوايج العيد. والله من الفريب فما واحد يرحم والديه من الفريب نعاون فيه في رمضان فهمتني، قلت له باش مدهم لي فلوس نحبني راهو هكا وهكا وهكا فهمتني. قال لي برا جيب
طلبت المراه هبطتهم، قال لي اخويا اختار ايش تحب. عاونتو في رمضان، قال لي هز شني حوايج من الفريب. تو الطفل البارح فهمتني مولا بعدين يسكت داخل، قال لي بابا نحب علوش. قال لي شنو هذاك يشري علوش واحد؟ قال لي عام ناوي في العيد الكبير، قال لي ما شريتناش بس زدت ما تشري. قال لي مش يعيش هذا، قلت يا ولد نمشي نسرق الناس، نمشي نخطف الناس فهمتني. قلت راهو كيما نشوف روحي انا فهمتني، راني نشوف العبيد، نشوف العبيد شويه صبر فهمتني، تو تتحل فهمتني. و راني وريتك انا قلت لك راه ولدي هاك شفتي بطاقه ولدي.